ديديكاس لك خويا ديدي في الغربه، ديديكاس لك، تحيه لك كبيره خويا ديدي في الغربه. راكم كتعرفوه يوتيوبر كبير كبير بزاف، قناه ديالو ما شاء الله معروف بزاف. اللي ما كيعرفوش غنخلي لكم القناه ديالو. مغربي عايش في السويد وكيدير فلوقات في السويد وكيشرح حتى هو الغربه كي دايره في السويد، واللي باغي يمشي يهاجر السويد كننصحو يدخل القناه ديالو يتفرج فيها حيت كيشرح كل شيء. علاش درت له ديديكاس؟ حيت من اول يوتيوبرز، حيت اول يوتيوبرز اللي ساندني فاش يلاه بديت، اللي دار لي ابوني مسكين وبارطاجاني وشحال من حاجه عاوني شجعني. ديك الساعه القناه ديالي باقي ما عنديش حتى 1000 ابوني. في هذا الفيديو هذا ما غاديش نديرو فيه نصائح، ما غاديش نهضروا شويه على النصائح، نخليو حتى للفيديو الاخر الجاي. الفيديو هذا بغيت نوريكم واحد الحاجه، اصحاب القنوات كنهضر مع اصحاب القنوات، غادي نوريكم واحد الحاجه اللي تقريبا كل اللي عارفه والاغلبيه ما عارفينهاش. واحد اللعيبه كاينه في اليوتيوب غتعرفوا شكون اللي شافكم، شكون اللي كيشوف الفيديوهات ديالكم، شكون هما الناس اللي متبعينكم، شكون هما الناس اللي دايرين ابوني للقناه ديالكم وانتم ما عارفينش. دونك في الفيديو الاخر كنت قلت لكم واش ندير لكم فيديو على حساب اليوتيوب بحالاش دير قناه وبحالاش تولي قناتك مزيانه. لقيت بزاف الميساجات، بزاف مراد يوتيوب يوتيوب. سو بقات لي تقريبا شي 300 ابوني اللي باقا ناقصاني باش نكمل 20000 نهار. غادي ماشي نهار ولكن نقدر اليوم غدا نكملها، حيت بالزربه، حيت كل نهار كتجيني 100-150 ابوني. شكرا لكم بزاف. نهار غادي نخلي الكونتور، كاين واحد السيت فيه كونتور ديال السبسكرايب ديالك، هذاك اللوجيسيال انا غنخدمه وغادي نخليه يحسب ليا لي زابوني ديالي. غادي نتسنى اخر واحد غادي يدير ابوني باش تكمل 20000. ديك الساعه غندير لكم فيديو غنشرح لكم الاسرار ديال اليوتيوب، القوالب ديال اليوتيوب باش تخليو القناه ديالكم ناجحه بزاف، حيت كلشي الاغلبيه ديالكم هنايا مابونين عندي، عنده قنوات اكثر مني في لي سبسكرايب ومابوني عندي شكرا ليك، اللي عنده قل مني مابوني عندي شكرا ليك. نوريكم شنو هما القوالب اللي غديروا باش تخليو القناه ديالكم تزيد لقدام بزاف. البارح انا جلست دخلت لهاد لوبسيون هادي في اليوتيوب وبغيت نشوف شكون اللي شافني هاد الشهر هذا، شكون هما القنوات اللي شافوني. عرفتي شنو تصدمت؟ وحق الله لا تصدمت، ما كنتش كنتخيل ان هاد الناس غيكونوا متابعيني والاغلبيه ديالهم لقيتهم دايرين ليا ابوني. حيت كون ما كانش مراد مزوري فلوكس القناه ديالو فيها محتوى عيان، ما كانوش هاد الناس هادو اللي عندهم قنوات فيها، كل اللي عنده قناه فيها مليون، كل اللي عنده مليون ابوني وداير ليا انا ابوني، كل اللي عنده 500000، كل اللي عنده 100، كل اللي عنده 200، كل اللي عنده 800000 بزاف ندير ليا ابوني. هاد الناس هادو علاش دايرين ليا ابوني؟ حيت عارفوا المحتوى ديالي مزيان متبعيني. دونك غنخليكم غتشوفوا الناس اللي متبعيني، غنخليكم هاد الشهر هذا شكون هما القنوات اللي داروا ليا ابوني وشكون هما القنوات اللي كيتبعوني وكيتفرجوا في الفيديوهات ديالي. انا تصدمت ولكن حتى انتم غتصدموا. عندنا يونس راسطا، يونس راسطا عايش مغربي عايش في النرويج، مستقر في النرويج، حتى هو كيدير فلوقات على القناه ديالو، حتى هو كيدير فلوقات على اليوتيوب وكيشرح الهجره على النرويج. اللي بغى عنده علاقه مع النرويج وباغي يمشي النرويج يدخل القناه ديالو. ديديكاس ليك خويا راسطا يونس، خويا يونس راسطا. عندي قناه اخرى في الجزائر سميتها دزاير نيوز، دزاير نيوز واحد القناه كبيره بزاف في الجزائر متبعاني ودير ليا ابوني. هذه القناه هذه تقريبا غنقول لكم بحال شوف تي في المغرب، هذه القناه هذه بحال اللي كنقولوا شوف تي في ديال المغرب. شكرا لكم. عندي ايمن حميدي فلوكس، ايمن حميدي فلوكس مغربي عايش في اسبانيا كيدير فلوغات، هو قناه ديالو كبيره تبارك الله وكيجيب المشاهدات بزاف ومعروف بزاف. اللي ما كيعرفوش واللي باغي يمشي لاسبانيا وباغي معلومات على اسبانيا والحياه في اسبانيا والمعيشه في اسبانيا، غنخلي لكم القناه ديالو في صندوق الوصف باش غادي تعرفوه اكثر، تفدو بزاف على اسبانيا. عندي واحد المفاجاه اخرى عاوتاني، بلال افريكانو. بلال افريكانو مغني مشهور في المغرب، مغني مشهور في المغرب بزاف ومتبعني انا. علاش بلال افريكانو؟ راه ما يحتاج شي هاجر ولا شي حاجه، علاش باغي يحرق؟ علاش متبع فيديوهات ديالي باش يحرق؟ نو غير كيعجبو المحتوى ديالي وكتعجبو هاد الكماره هادي، هادشي علاش متبعني خويا بلال افريكانو. شكرا ليك خويا بلال افريكانو. اللي ما كيعرفوش راه هو اللي دار واحد فيديو كليب مع اش كاين وسعيده شرف، لا تفرجتو فيه، سعيده شرف مع اش كاين راه غنى معاهم حتى هو. بلال افريكانو راه مشهور بزاف. شكرا ليك خويا بلال افريكانو. عندنا واحد المفاجاه اخرى، واحد السيد حتى هو داير ليا ابوني ومتبعني، ها انتم كتشوفوا هنايا الشيء، راه غنوريكم عادي هادشي، فهمتي؟ تصدمت من لقيتو كيتبعني، هو مصطفى سوينغا. اللي ما كيعرفش شكون هو مصطفى سوينغا مول قناه اجي تفهم اشنو، فهمتي؟
عز ليك خويا مصطفى، صدمتيني وحق الله. خويا مصطفى راك عزيز والله، راكم كتعرفوا اجي تفهم قناه من اكبر القنوات في المغرب هي قناه اجي تفهم، كيدير فيديو كيطلع في الطوندونس رقم واحد. السلام عليكم، كيحط شي فيديو كيطلع هو اول فيديو في المغرب. شكرا ليك خويا مصطفى سوينغ، والله الا راك عجبتيني بالله، وكتعجبني السياسه باش كتمونطي بها. شتي المونتاج ديالك كيعجبني بزاف وحق الله، شتي تقدر كاع ما تهضرش غير تمونطيو فيديو صامت ساكت نتبعو. علاش؟ حيت كيعجبني المونتاج ديالك وبروفيسيونيل وحق الله. شتي المونتاج ديالك مونتاج ديال لي زاميريكان، لي زاميريكان ما كيديروش هذا المونتاج اللي كدير انت في فيديوهاتك. عندنا قناه اخرى معروفه حتى هي في المغرب، قلعوا، معروفه بزاف وقديمه قديمه قديمه قديمه. حنا تولدنا ولقينا هاد القناه هادي كاينه، حنا تولدنا قبل كاع ما نتولدوا كانت هاد القناه هادي، وقناه معروفه معروفه وكيعرفوها والدينا. عرفتي شكون هاد القناه هادي اللي متبعاني انا؟ ميدي ان تي في. عندنا واحد خونا عزيز عليه الجنون وعزيز عليه داكشي ديال السحر والديور خاويين يدخل ليهم بالليل فهمتي، ولد مدينتي ولد مدينتي، غتكونوا عرفتوه وحق الله غتكونوا عرفتوه. ايمن سيمباي سيمباي سكواد فور لايف. خويا ايمن ديديكاس ليك اخويا حق الله، شرف ليا خويا تكون كتبع الفيديوهات ديالي. عز واحد البيضاوي واحد كازاوي ديديكاس الناس كازا، كيعجبني حتى هو معروف، وكيعجبني انا شوف كيعجبني في المينياتورات ديالو. علاش؟ حيت من كيصور في المينياتور كيدير تصويرته كيدير ليها واحد التريكاج فهمتي، كيقدر يدير. خويا ما كنعيبكش ولكن كتعجبني هذه الطريقه اللي كدير. عرفتي شكون هو؟ امين فيلالي تي في، راك تعرفوا امين فيلالي تي في. ديديكاس ليك خويا امين فيلالي، كيعجبوني فلوغات ديالك حتى نتايا، وتا انا من المتابعين ديال الفلوغات ديالك. عندنا واحد اخ اش غنقول لكم، ما بغيتش نهضر عليه بزاف، ماشي انني ما كيعجبني 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 داكشي اللي كيدير، ولكن ما بغيتش انا ندخل في داكشي ديال السياسه وداكشي، حيت انا خاطياني السياسه، حيت انا لا هضرت في السياسه ما عندها ما تفيدني، ما غنغير حتى شي حاجه في السياسه. غنهضر دابا في السياسه غنقول البرلمانيين غنقول الوزاره غنقول ما عندها ما تغير، غادي غير نهضر وصافي، غنضيع غير وقتي. هادشي علاش كنبعد على السياسه، حيت ما غنغير والو وكنحاول نيفيتي السياسه. هو بالكزيز تاشفين راكم كتعرفوه، بالكزيز تاشفين عنده فيديوهات ديالو كلها سياسيه، وانا كنتبع الفيديوهات ديالك خويا بالكزيز، وكتعجبني الطريقه ديالك، اقسم لك بالله الا كتعجبني الطريقه باش كتهضر. ديديكاس لك خويا. عندنا واحد القناه اخرى حتى هي كبيره بزاف، وقناه ديال الاخبار، ومن كنقولوا هذه القناه غادي نصدمكم شكون هو اللي كيتبعني، غادي نصدمكم اقسم بالله. هادشي راه ماشي كنكذب، هادشي راه بالدلائل. فازو الاتهام الرمداني الرمداني كيفاش تي في، قناه كيفاش تي في حتى هي دايره ليا ابوني وكتفرج فيا. يوسف الرمداني خويا شوف من ولي مشهور بزاف عيط ليا القفص الاتهام، راه غادي نجي فاس من بنادم، راه كيعرفوني الناس لي زابوني ديالي، ما كنكذبش كنهضر نيشان. عيط ليا ولا لي لغه الخشب ولا الاستعانه بصديق ولا ديديكاس ليكم قناه كيفاش تي في. عندنا هيبا بريس، هيبا بريس قناه راكم كتعرفوا هيبا بريس، قناه كبيره كبيره بزاف حتى هي، حتى هي دايره ليا ابوني وتبعني. هيبا بريس راه هي كدوز فيديوهات ديال النيبه كدوزهم، و سميتو سيمو ظاهر، سيمو ظاهر راه خدام، سيمو ظاهر اللي كتعرفوه اللي مع نيبه، راه الا ما خفت نكذب راه هو مول القناه ديال هيبا بريس او خدام في هيبا بريس، حيت عنده علاقه مع هيبا بريس وهو اللي كيدوزو فيديوهات ديال نيبه كاملين كدوزها هيبا بريس. نيبه بات 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 شكرا لكم. قناه الهربه تنادي كتعرفوا الناس اللي متبعين الهجره كيعرفوا قناه الهربه تنادي، حتى هي متبعاني ديديكاس لكم. اخر واحد، هاد اخر واحد عرفتي علاش خليته هو اخر واحد؟ القناه ديالو تقريبا لما خفت نكذب فيها اكثر من 300,000 ابوني، المغاربه كاملين كيعرفوه كاملين كيعرفوه، وانا خليته اخر واحد، ماشي زعما هو الاخراني، ولكن حيت هو اول واحد مي مشيت للستاتيستيك وشفت شكون هما الناس اللي متبعين بزاف، عدد الدقائق، شكون اللي كيشوفوا الفيديوهات كثار بزاف، لقيته هو. هادشي علاش خليته هو الاخراني، حيت لقيته كيتفرج فيا بزاف وبغيت نعطيه واحد شويه ديال الوقت. بلال العقاد فلوكس خويا بلال العقاد، شكرا لك خويا بلال، شكرا لك بزاف تشوف الفيديوهات ديالي، حصل لي الشرف تشوف الفيديوهات ديالي، ميرسي بيان خويا. العايل شحال عندك العايل؟ انا كنت من المتابعين ديالك شحال هادي كنتفرج في لي فلوغ ديالك، وباقي مره كنشوف لي فلوغ ديالك فهمتي. باش ما نقولش لكم صراحه، انا كنشوف لي فلوغ على حسب العنوان، الا بان لي العنوان مزيان
نقدر ندخل نشوف. بان لي شي عنوان ما عجبنيش راه ما كندخلش نشوف الفيديو، ولكن الا بان لي شي عنوان كياتيري ونقدر نستافد منه كندخل نتفرج في الفلوغ ماشي غير ديالك، ديال الناس كاملين. خويا بلال ديديكاس ليك من البرازيل خويا بلال، الله يحفظك. دونك دابا صو هاد الناس هادو كاملين شكرا لكم. دابا غنوريكم بحالاش غتعرفوا شكون اللي كيتفرج فيكم، بقاو معايا. صو من بعد ما كندخلوا القناه ديالنا في اليوتيوب كنكليكيو على العلامه اللي كتكون التصويره ديالكم فيها، من بعد كتفتح لينا هاد النافذه هادي الصغيره كنديروا استوديو منشئ المحتوى كنكليكيو عليه. من بعد كتخرج لينا هاد النافذه هادي كنديروا الاناليتيكس كنكليكيو على الاناليتيكس كنكليكيو على مصادر الزيارات. كتخرج لينا هاد الطابلو هذا كنديروا صفحات القناه كنكليكيو على صفحات القناه. من بعد ما كتكليكي على صفحات القناه كيخرجوا لك كاع القنوات اللي كيتفرجوا فيك كاملين. هانتوما كتشوفوا القنوات اللي كيتفرجوا فيها بلال العقاد طنجاوي في فرنسا والى اخره. صو اخوتي هادشي اللي كاين، ديديكاس لكم اخوتي كاملين، نتلاقاو في فيديو جديد.